أسعد الله لكم الأيام بهذه الليلة المباركة، ليلة ولادة السبط الأكبر والأول للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولأمير المؤمنين عليه السلام، وللزهراء البتول سلام الله عليهم جميعا، سائلين الله تعالى ببركة هذا الإمام الذي جعله الله تعالى كما ورد في لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه سيد شباب أهل الجنة. لا بأس في هذه الليلة المباركة الإنسان فقط يستذكر عظمة هذه الشخصية، شخصية الإمام الحسن عليه السلام، وما مر به من إحن ومشاكل بعد وفاة أمير المؤمنين تحديدا. الحقبة التي عانى فيها كانت حقبة مملوءة بالمشاكل ومملوءة بالاضطرابات والفتن، وقد استطاع الإمام الحسن عليه السلام أن يخرج من هذه بما آتاه الله تعالى من علم ومن حكمة، إلى أن أسقط تلك الأقنعة التي كانت تتكلم باسم الإسلام، وبحمد الله تعالى استلم الراية بعده الإمام الحسين عليه السلام وحصل ما حصل. على كل حال، فقط أردت أن أشير إلى هذا، أنه نحتاج دائما أن نفهم تأريخ الأئمة الأطهار عليهم السلام، وإن كان التأريخ في بعض الحالات شحيح بالمعلومة، خصوصا بعض الأمور التي كتبت لغرض تشويه مقام الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأنى لهم ذلك، لكن بالنتيجة البسطاء من الناس يعني تكون معلومته فقط الكتاب، وكتاب من لون واحد، فبالنتيجة سيرسخ في ذهنه معلومة قد تكون هي أبعد عن الحقيقة منها إلى الخطأ، وستتكون عنده فكرة، وهذه الفكرة وإن كانت وهمية لكنه سيعيش من أجلها، وبالنتيجة لا يستفيد شيئا. لما عليهم السلام تعرضوا ضمن حملات كثيرة كما هو معلوم للجميع لعملية التشويه، خصوصا كلما كانت سلطة مقابلة للإمام كانت قوية كلما ازداد وضع التشويه والتشويش أكثر. وعلى كل حال، الإنسان المؤمن المفكر لا بد أن يلاحظ هذه بما اكتنف التاريخ من مشاكل، ومن جملة المظلومين تاريخيا هو الإمام الحسن عليه السلام. وقد نظلم نحن، يعني نظلم أنفسنا إذا قصرنا أيضا في فهم بعض ما جرى على الإمام الحسن سلام الله عليه. على كل حال، نرجع إلى مطلبنا. قلنا كنا في خدمة الإمام السجاد في دعائه الموسوم بدعاء أبي حمزة، ووصلنا إلى فقرات متعددة متنوعة. أن الإمام عليه السلام بلسان الداعي كما قلنا بيّن هناك بعض سلب التوفيقات المعللة، لماذا يحرم الإنسان من هذا الفعل؟ لأنه فعل هذا الفعل. وبدأنا بهذه التعليلات الستة أو السبع، وانفتح باب أمل لهذا الداعي، وهو أن يعوذ، يتمسك، يلجأ إلى فضل الله تعالى، يتمسك برحمة الله تعالى. وقلنا هذه الصفات لا بأس الإنسان يعني يحفظها، المتعلقة بالرأفة وبالرحمة وبالمنة، هذه الصفات التي الإنسان يتشبث بها حتى ينجو من خطر محدق به من خلال عدم نهوضه بالعبودية بالمستوى اللائق. الإمام عليه السلام الآن أيضا في مورد من موارد الاستعطاف إلى الله تعالى، سيعدد مجموعة من الصفات
للإنسان، مقابلها مجموعة الصفات أو الفضل لله تبارك وتعالى، يمهد فيها تمهيد إلى نحو من الاعتراف والتذلل إلى الله تبارك وتعالى. نحن ماذا نريد من الله تعالى؟ طبعا نريد من الله النجاة. الله غني عنا، نحن نريد من الله النجاة، لكن كيف ننجو؟ لابد أن نطرق الأبواب من وجهها الصحيح، لابد أن نمتثل بما أمر الله تبارك وتعالى، فلابد أن نعلم ثم نعمل. وكما قلنا سابقا، العلم قبل العمل، أي جانب من الجوانب أريد أن أعمل به، الشارع المقدس قال هذه مجموعة ضوابط قوانين، اقرأها ثم اعمل. ولذلك جاءت بعض الروايات شديدة في بعض الأعمال من قبيل التجارة، لاحظوا التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. هناك مجموعة ضوابط، الربا، الإنسان إذا لم يتفقه في الدين يصطدم بالربا، تواجه مجموعة سوق، ليس الكل على نمط واحد من الوعي والإدراك، فإذا لم يتفقه سيصطدم بمسائل كثيرة، والمسائل الربا قد الإنسان يأتي مال كثير لكن بتعبيرنا لا بركة فيه، لأنه بعض الأعمال تمحق الرزق، لا يوجد عنده رزق. لماذا؟ لأنه سلك بابا غير باب الله تبارك وتعالى. فإذا لابد الإنسان أن يعلم ثم يعمل. الصلاة، أنا أريد أن أصلي لكن كيف أصلي؟ فلابد أن أعلم، لأني قد أصلي وهذه الصلاة يضرب بها وجهي، لا قيمة لها، لأن الله تعالى يريد عبادته من حيث هو لا من حيث أنا. فإذا العلم بجميع هذه الأشياء المتعلقة بالعلاقة بيني وبين الله تعالى لا بد من تحصيلها، إما على نحو الاجتهاد أو على نحو التقليد المبرئ للذمة. والمساحة التي تترك للعبد أيضا لا بد أن يطلع عليها حتى لا يقع في مشاكل هو خارج عن العبودية. مثلا من باب المثال، إنسان أفرض يصلي 20 سنة لكن لا يتوضأ، هذه الصلاة قيمة لها، لأن هذه العبادة من حيث أنا أريد لا من حيث الله تعالى يريد. عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. فإذا العلم مهم. هذا الشهر المبارك شهر الراحة البدنية، لكن لابد أن يكون الجهد العقلي، لابد أن الإنسان يستثمر. تعرفون أدوات الإنسان كثيرة، له يد وله رجل وعين وبصر، وأهم عضو عند الإنسان، أهم موهبة، هو العقل. والعقل عمل التفكير، في مصطلحاتنا العرفية يقول هذا إنسان يفكر كثيرا يرتاح، حقيقة هو هذا التعبير خطأ، يعني خطأ عرفي شائع. هو التفكير حالة صحية للإنسان، والعقل عمل التفكير. نعم قد هو قلق، هو عنده مشاكل أخرى، يقولون يفكر يعني شغله شاغل، أما عنوان التفكير هذا عنوان صحي، الإنسان لابد أن يفكر. القرآن لعلكم تتفكرون لعلكم تعلمون تعملون تعلمون أولي الألباب، هذا عمل العقل، فالعقل لابد أن يفكر. جئنا الآن إلى هذا المورد اللي تقدم كما قلنا في الدعاء، لمجموعة من الموارد العبد يريد أن ينجو، وقف بين يدي الله تعالى، أراد أن يصلي، ألقي عليه نعاسا، كلما قال قد صلحت سريرتي ابتلي ببلية أزالت قدمه، مرت عندنا هذه الروايات الدعاء. الآن عندنا مجموعة من الصفات للإنسان، مقابلها مجموعة من الصفات إلى الله تعالى. نذكرها لماذا؟ يعني الدعاء لماذا يذكرها؟ من باب الاعتراف أمام الله أنت المتفضل، ومن باب الاعتراف بأني أنا لا قيمة لي لولا أن يتداركني الله تبارك وتعالى. ما هذه الصفات المذكورة؟ لاحظ، يقول
أنا الصغير الذي ربيته، هذه نوع من الإذعان والاعتراف والإقرار. الصغير لا يمكن أن يتربى لوحده ولا يمكن أن يستغني. قال أنا الصغير الذي ربيته، أعدد ثم أرجع لبعض النقاط التي تحتاج إلى بيان. قال وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته. بقيت الفقرات بس فقط أريد مرور سريع. لاحظوا المقابلات كيف تكون. قطعا الله تعالى هو رب العالمين، بما تشمل هذه الكلمة المختصرة في سعتها، الله هو ربه بلا منازع، ولا يوجد رب إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك يوسف عليه السلام في السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ مقصود أرباب متفرقة، رب لا يشبه رب. بحسب معتقدات الناس الجاهلة كانت تتخذ آلهة هي تصنعها ويعتبرون هذا هو الرب، وهو لا يغني ولا يسمن من جوع وليس له أي تأثير، نحو من أنحاء الشرك أو الكفر بطريقة أو بأخرى. الداعي هنا يقول أنا الصغير الذي ربيته. تارة الصغر هي المراحل التكميلية في حياة الإنسان، يمر حالة الطفولة صغير ثم بعد ذلك يكبر، حالة طبيعية كل منا يمر بهذه. وتارة الصغير بالقياس إلى الله تعالى، لما ألاحظ عملية التبويب العمري الذي يلتزم به أهل الطب أو العقلاء عموما، وإنما ملاحظ به جهة مقابل الله تبارك وتعالى. وهذا الصغير مهما يكبر في المراحل العمرية هو يبقى صغير بالقياس إلى الله تعالى. وهذا الصغير دائما يحتاج إلى رعاية وتربية. الإمام عليه السلام غالبا استعمل الفعل الماضي مع الله تعالى. الفعل الماضي ليس دائما لاحظ بما حدث، وإنما الفعل قد يلاحظ به أن هذا الفعل معناه اليقين من وقوعه، نتيقن من أن هذه الحالة موجودة. يعني لا نلاحظ الفعل الماضي فقط، وإنما نلاحظ الاطمئنان واليقين بأن هذا الفعل قد حصل. فإذا قلنا أن هذه الصغر ليس ناظر إلى الصغر في مجال الجانب العمري، وإنما ناظر إلى الجانب مع الله تعالى، طبعا كليهما يحتاجان إلى تربية من الله تعالى. يعني الجانب الأول وهذا الإنسان ينمو ويكبر ويكبر قطعا يحتاج إلى رعاية وتربية من الله تعالى، والصغير بالقياس إلى الموجودات وبالقياس إلى الله تعالى أيضا هو مفتقر ومحتاج إلى أن الله تعالى يبدأ بتربيته. قال وأنا الجاهل الذي علمته، هذه نقطة أرجو أن الالتفات إليها. التعليم يحتاج إلى أن الطرف المقابل قابل للتعليم، ولا يوجد طرف قابل للتعليم غير العقل. حتى بقية العجماوات عندما تتعلم على شيء ما له علاقة بالعقل، وإنما هذه عادة جرت عليها بلا أن تفهم النكتة فيها. أما الذي يقبل التعليم ويعرف قياسات الأمور وكبريات الأشياء هو العقل، والعقل لم يودع
إلا في الإنسان. الملائكة شيء آخر. فالإنسان إذن قابل إلى أن يتعلم، كان جاهلا لكن قابل أن يتعلم. من الذي أفاض عليه التعليم؟ الله تبارك وتعالى. هذه الأشياء كما نتقدم الآن فيها، إقرار واعتراف على أن مصادر الرحمة، مصادر التوفيق، مصادر الخير كلها منك يا أرحم الراحمين، فكلها لا تناسب أن أكون عبدا عاصيا، كل هذه الأشياء. فإذا أنت صغير وأنا ربيتك لماذا تعصي؟ إذا أنت جاهل وأنا علمتك لماذا العصيان؟ هذا نوع كما قلنا سابقا من التملق إلى الله، من التذلل إلى الله تعالى، نحو من الاعتراف. كل من الإنسان مع الله تعالى اشتد اعترافه كلما تقدم خطوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته. عندي وقفة في مسألة أنا الوضيع الذي رفعته، بقية الأمور يعني أتركها. الوضاعة أجعل الله وإياكم حالة من حالة الذلة، هذا وضيع. هذا اللفظ إشارة إلى دناءة الشيء. الإمام عليه السلام لسان الداعي يقول: أنا الوضيع لكني لم أبق على ما كنت وضيعا، وإنما أنت رفعتني. كيف رفع هذا الوضيع؟ يعني ما هي وسائل الرفعة؟ كل خلق، خلق الله تعالى خلقه ومقتضى حكمته ورحمته، كل شيء الله تعالى خلقه لم يكن مجبورا على خلقه، فالله خلقه بإرادته بحكمته. فيد الله لا تكون مغلولة، وإنما الله تعالى يخلق الأشياء. أريد أن أصل إلى نكتة أعتقد مهمة. جملة الأشياء التي الله خلقها، خلق هذه أجلكم الله الحيوانات الهائلة التي لا نعلم أعدادها ولا أصنافها ولا أنواعها، أتحدث في الكرة الأرضية. لكن ما شاء الله في البر فيه ما فيه، البحر فيه ما فيه، الجو فيه ما فيه، الله تعالى خلق هذه الأشياء. لكن هذه بمقدار التفكر، بمقدار الإرشاد إلى الله تعالى، قطعا هي أحط قيمة من الإنسان. والإنسان كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم. وهذه العجماوات لها عالمها الخاص. الإنسان الله سبحانه وتعالى زاد من قيمته ورفعه هذه الرفعة، وأعطاه شرعة خارجية هي العقل، كما في بعض الروايات: لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الظاهرة الأنبياء، والباطنة العقول. والعقل نبي من الداخل، والشرع عقل من الخارج أيضا، كما في بعض النصوص هكذا. اللي يلفت النظر أن القرآن الكريم في موارد الذم يشبه الإنسان بالأنعام، في موارد الذم، بل أضل من ذلك، يقول: إنهم إلا كالأنعام
بل أضل. من هذا الموصوف بالضلال أكثر من العام؟ إنسان الكافر الذي رضى أن يكون وضيعا. هناك تشبيه آخر يشبه الإنسان بالقرد. نلتفت لهذه النقطة، تشبيه بالقرد، كونوا قردة خاسئين. بس أنا ما أدخل بموضوع فقهي يسمى المسوخ. المسوخ فقها أن مجموعة من البشر الله مسخهم على شكل حيوانات موجودة، لأن يعني الحيوان موجود، الله يمسخ البشر على شاكلته، ولم يبقى هؤلاء لعل 3 أيام ماتوا، يعني هذا وظيفة غير وظيفة. لكن المسألة ليست هذه، يعني لا أريد أن أصل إلى هذه النقطة. يعني مسوخات لعل 30 مسوخ أكثر أقل، بعض المسائل الفقهية أنه المسوخ نجس أو غير نجس. استقر عليه الرأي، يعني الرواية والفقهاء، لعله النجس هو نجس العين فقط، اللي هو الخنزير البري والقرد أو الكلب البري عفوا. الكافر بي يعني كتابي غير الكتابي ليس فعل المكان. أنا أريد أن أدخل إلى قضية أخلاقية. هذا التشبيه دائما بالقرد، لعله هناك نكتة مهمة، أن هذا القرد يشبه في تصرفاته الإنسان في بعض الحالات، وتنظيم أموره فيه نوع من أنا أعبر عنه الإدارة البسيطة لأموره، أسرة، أولاده، يهتم بهم. لكن المشكلة يبقى قرد، تفتوا لي. فهذا الإنسان مهما يؤتى من تصرفات، إذا لم يكن قد استفاد من عقله سيكون حال القرد. فهو الهيئة هيئة بشر، فالصفة كأن أقرب شيء لبعض تصرفات الإنسان ومسألة القرد. لكن قضية تشبيه بالقرد بمعنى هذا يبقى قرد مهما أوتي فهو يبقى قرد. فالإنسان إذا لم يلتزم بما أمره الله تبارك وتعالى سيبقى وضيعا. وتشبيه بالقرد لقرب بعض الشؤون التي تكون للقرد عند للإنسان عند القرد، فهو الإنسان يتراجع من حالة من الرفعة إلى حالة من الوضاعة اللي هو القرد. القرد بلا عقل كما بقيت الأمور بلا عقل. فالإنسان إذا كان يبقى في حالة منحطة أجله السامع، بالنتيجة أفضل تشبيه له هو تشبيه بالقردة، فهو يبقى قرد، يعني يصعد ينزل هو قرد. الإنسان قد لا يلتفت إلى أنه مآل القرد. لماذا؟ لأن الله أراد أن يكرمه، هو يرضى أن يكون وضيعا، فما فرق بينه وبين العجماوات خصوصا القرد؟ لم يشبه بشيء آخر، لكن هذه دائما حالة من الوضاعة، أن هذا قرد لأنه لا عقل عنده. قد عنده أسرة، قرد عنده أسرة، قد يحن على أطفاله في الجانب الغريزي، قد يحن على أطفاله ويبقى القرد قد محيط بها العائلة مصغرة، لكن هو قرد. ما أدري ملتفتين إلى النكتة، التشبيه بي من باب الوضاعة، يعني هذا القرد لا يملك ذرة من العقل، وإنما هذه التصرفات تصرفات تبقى هي تصرفات في سنخ تصرفات الحيوانية، لا قيمة لهذه التصرفات، يبقى الحال على ما هو عليه. فالتشبيهات في بعض الحالات مو تشبيهات مجازية فقط، الحالة التي فيها الإنسان غايتها هذا القرد يكون 4 قوائم عنده، والإنسان يكون عنده قائمتين،
لكن التصرفات هي نفسها، يريد أن يبقى قرد، لا يريد أن يرتقي يصعد أكثر من القرد. فالوضاعة والدناءة والخسة من هذه الجهة، ولذلك الله تعالى جعل أضل من الأنعام، لأن الأنعام لم يخلق بها عقل. أنت البشر خلق الله بك عقل، قطعا ستكون أنت أضل من الأنعام، لأن لم تستثمر هذه الجوهرة العقل عندك بالشكل الجيد. فالمدار إذن إخواني مدار الهبة، الله تعالى وهب عقلا ينتظر منا أيضا عملا. فإذا عقل ما موجود قطعا لا يترقب من القرد أن يكون شيء أكثر من القرد، لا يمكن أن يترقب منه ذلك. لكن الإنسان يترقب منه، يترقب الإنسان يكون أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن الله تعالى زوده بهذه الجوهرة التي تعينه كثيرا على معرفة الحقائق. قال: وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعار الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته. إذا تلتفتون تعدون هذه الأشياء، هذه صفات المخلوق وتلك صفات الخالق، هذه صفات المحتاج وهذه صفات الغني، كل هذه الأمور. لاحظوا الآن: الصغير الذي ربيته، الجاهل الذي علمته، الضال الذي هديته، أنا الوضيع الذي رفعته، فالرافع الله، أنا الخائف الذي آمنته، فالمؤمن الله تعالى، الجاع الذي أشبعته، الذي يكرم علينا بالشبع هو الله تعالى، العطشان الذي أرويته، والعار الذي كسوته، إلى آخر هذه الصفات اللي تعد. قال: والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته. الذل مقاييس تختلف، نوهنا إلى هذا المطلب سابق. ما هو مقياس الذل؟ نقول هذا ذليل. هناك مقاييس عرفية، مقاييس العرفية ليس بالنتيجة أن تتطابق مع المقاييس الشرعية. مثل إنسان مريض، قل هذا ذليل. إنسان فقير جدا إلى حالة المسكنة، بعض الناس يقول هذا ذليل. ناس يطرد من عمل، من وظيفة، من كذا، عبر عنه ذليل. وتبقى هذه المصطلحات عند عامة الناس ترمي الآخرين نتيجة فقدانها لبعض الأمور. المقاييس الشرعية تختلف، الذل ليست ذلك. ولذلك كنا بخدمتكم سابقا، إلهي بحر يقول: ألبستني الخطايا ثوب مذلتي. تعبير الإمام عليه السلام. فيجعل الميزان للذل ليست هذه الأشياء، وإنما الميزان للذل هو الخطايا. كلما كان الإنسان مخطئا كلما كان ذليلا، وكلما كان مطيعا كان عزيزا. ولذلك ماذا يقول هنا الدعاء الشريف؟ لاحظوا، قال: والذليل الذي أعززته، والذليل الذي أعززته، بمعنى أن الله تعالى قد أعزه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة. كيف جاءت هذه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ العزة من العقيدة. فإذا الإنسان كان معتقدا بالحق كان عزيزا. ليست العزة فقط في الغلبة الظاهرية، وليست العزة في الملك الظاهري، هذه ليست هي الموازين، وإنما الموازين هي العزة في العقيدة. ولذلك ولله، الله تعالى هاي من الآيات الشريفة
التي تدل على رفعة المؤمن، لأن الله قرن المؤمن مع نفسه مع نبيه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله تعالى جعل صفة من صفاته وهو العزة، جعلها للنبي صلى الله عليه وآله وجعلها للمؤمن ما دام مؤمنا، باعتبار هذه العزة هي مورد من موارد القوة. ولذلك في الداعي يقول أنا ذليل، لكن بعد أن آمنت نعم أنا عزيز، فلا مشكلة عندي مع العزة. لاحظوا الإيمان غير المعصية كما تقدم سابقا، الإيمان له علاقة بقضية العقيدة. فإذا آمن بالوجه الصحيح هو عزيز. نعم هذه العزة تحتاج إلى الاستمرار، نعم الخطايا قد تؤثر، فأنا من جهة مؤمن بالحق لكن منكس رأسي خجلا منك يا أرحم الراحمين، لأني قد تجاوزت الحد. ولذلك الإمام في دعاء آخر يقول ألبستني الخطايا، وكأن الخطايا أصبحت لباسا، وهذا اللباس هو ثوب الذلة، ثوب المذلة. ذا ما ينافي، لكن واقعا أنا كنت ذليلا، نعم أنت الذي أعززتني، فلا بد أن لا أرجع مرة ثانية إلى الذلة، بأن أخرج من حالة العزة إلى حالة الذلة. ولذلك أخواني المؤمن الذي يعتقد بالحق ويخاف الله تعالى، مر علينا النص الشريف يعني لعله أشرنا عليه إشارة قبل أيام، من خاف الله، من خاف الله يقول أخاف الله منه كل شيء، كل شيء يخاف منه. ولذلك كثير من الطغاة كان يواجه بعض المؤمنين فضلا عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وتراه خائفا مع كل ما أوتي من منعاء، يتلعثم عندما يرى مؤمنا أمامه، مؤمنا عزيزا، مؤمنا عند منعة، عند قوة، وهو لا يملك شيء إلا هذه القوة التي جاءته من الله تبارك وتعالى. والشخص الآخر الذي لم يخف الله تعالى قال أخافه الله من كل شيء، هو يخاف من كل شيء، لأن مصدر القوة الفقد. الذي لا يخاف الله مصدر القوة الذي عنده فقد، فيكون كالخشب المسندة يحسب كل صيحة عليه. هذه إخواني بعض المختصرات من أحاديث الأئمة عليهم السلام تعطي نتائج قوية للطاعة. بعض الأجلاء عنده عبارة نقلها بعض العلماء، يقول الذي يأتي بالصلاة في وقتها، صلاة مفروضة يأتي بها بوقتها، الله تعالى يرفع درجات عالية. قال وإذا فعل ولم يرفعه فليلعني، هذا المتحدث يقول بمجرد أن يأتي بالصلاة في وقتها يتهيأ أن هذا موعد خاص بين العبد وبين ربه، لا شك هذا يعطيه عزة قوية. إذا فقدت هذه العزة الإنسان يبقى يتشبث به كالغريق، يتشبث بأشياء لا تنفعه. ولذلك الأئمة الأطهار قاطبة جميعا كانوا في أعلى حالة من حالات السمو. العلماء رضوان الله تعالى على الماضين منهم تعرضوا إلى ما تعرضوا، لكنهم لم يتراجعوا طرفة عين، هددوا بالموت، قال الموت كتب على الجميع، ليس فيه مشكلة، أنا إذا أتركك أعيش سنة سنتين ثلاثة بالنتيجة ما ألي للموت، فأنه أنا أعيش بذلة هذا هيهات، أنا أموت بعز. ولذلك سمعة العالم أفضل من حياته، أفضل من حياته بالنتيجة ما ألها إلى زوال، سنتين ثلاثة إضافية كم تكون، لكن أنه أنا يعني أتراجع مستحيل.
لذلك الخشية من الله تعالى ليست في قضية العبادة، السلوك عام. ولذلك لاحظ الحصر في الآية الشريفة: إنما يخشى الله من الذي يخشى الله؟ قال من عباد. أي عباد؟ قال العلماء عباد ما شاء الله ملايين العباد. إنما يخشى الله الخشية الحقيقية من هؤلاء العباد العلماء. يعلم العالم كيف، ليست الخشية فقط في البكاء، وإنما سلوك عام في مدة اليد على المال الحرام، في عدم المداهنة مع الظالم، في أن يقول لا إذا كان هناك باطل يقول لا، ولا حرج عند في ذلك. كما قلنا اللقاء يكون مع الله تعالى، والأئمة عليهم السلام علمونا، أعطوا حياتهم الشريفة ثمنا ولن يحصل المقابل على أي، خلنا نعبر عنها، مشروعية منهم أبدا. والإمام الهادي تعرض لما تعرض، المتوكل أرسل عليه حتى يقول هذا جلس مع الإمام الهادي، والإمام الهادي بالإكراه حضر، أراد أن يتناول الخمر معه. تتصور يعني حالة من الخبال، مو حالة من العقل، يعني أن يجبر الإمام، يطلب من الإمام أن يجلس هذا المجلس. والإمام علم الله لم يخالط لحمي ودمي، تركه، أرسل إلى أخيه، كان باعتباره يسمى ابن الرضا، وقيل له أن هذا متهتك، هذا ليس عنده مشكلة، فاجلس معه جلسة شراب وأعلن في الناس أن ابن الرضا جلس معي. والناس تفهم ابن الرضا هو العنوان العام والأبرز الإمام الهادي عليه السلام. لاحظوا الشيطنة، لكن الله بالمرصاد. فرآه الإمام الهادي، قال هذا أرسل إليك لهذا الغرض، يعني ليهتكنا بك، نضمن الرواية. فالإمام أراد أن يتراجع، قال أنا لا أستطيع أن أتراجع، أرسل إلي وأنا لابد أن أذهب. أراد من الإمام بالوسائل لم يكن، قال إذن لا تجتمع والله معه أبدا. 3 سنوات يتردد عليه، لم يجتمع معه أبدا، تارة يقول جيء بجارية وهو مشغول عنك، تارة يقول له ذهب لتفقد الجند، إلى أن دخل عليه ولده هو الفتح بن خاقان، اختلط لحمهما معا، وكفى الله الإمام الهادي هذه المحنة. الله ينصر عباده. موسى عليه السلام في قضية البحر معروف القصة حضراتكم، بالوضع الطبيعي قطعا جيش فرعون أكثر منعه وأقوى عددا وأخرج بعد هو، ولا ملجأ إلا الله تعالى. فالله تبارك وتعالى قال هذا الطريق إعجاز، هذا اضرب بعصاك البحر. الله ينجي المؤمن، لكن المؤمن لابد أن يكون ذات موقف. لعل عبيد الله أعتقد بعد أن استوسقت الأمور، لاحظ الطغيان إخواني كيف يصير. أنا أقول هذه الأدعية من باب الاعتراف بقدرة الإنسان مهما يكون، بعد أن استوسقت الأمور له أراد أن يجمع أهل الكوفة على البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام. فموعدهم الجمعة بعد الصلاة أن يجعل الناس إلى صفين، صف يعلن عليه البراءة، إن قبل يتبرأ يكون للصف المأمون، والذي لا يعلن البراءة لابد أن يعمل فيهم السيف. الآن إذا ترجع لهذا الظرف الموجود، ما هو القلق الذي يصيب الإنسان؟ قلق حقيقي، يعني إنسان ممكن يوطن نفسه على الموت، إنسان يتردد، إنسان خائف بلحظة معينة، وإذا كل الأمور تتبدل، كيف تتبدل؟ تأخر هذا إمام الجمعة، تأخر إلى أن قال يا أبا المريض في شغل، الخطيب الأمير في شغل، جاءوا بشخص أمهم إلى المغرب ليلة، هلك هذا الأمير، انتهى كل شيء بلحظة معينة. الإنسان يتصور الأمور قد استوسقت له، قل أنا الذليل الذي أعززته،
أنت أعززتني، جعلت عزيزا، لابد أن أعترف أن العزة هي لك. والآية كما قلنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمن. قال: والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته. المستضعف إخواني غير الضعيف. مستضعف شيء وضعيف شيء. المستضعف قد يكون قويا لكنه غلب لسبب أو لآخر. يا ابن أم إن القوم استضعفوني. لماذا استضعفوه وهو نبي؟ هل يمكن أن يكون النبي ضعيفا؟ لا يمكن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، مو ضعفاء أبدا. الضعيف هو بداخله ضعيف، عنده مشكلة، مهزوز، هذا ضعيف. ولذلك المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. مهزوز، هذه عقيدة قابلة لأن تهتز. أما المستضعف ليس كذلك، مستضعف قوي لكن الملاكات الخارجية تكون أقوى منه، ولذلك هو غير مهتز، هو على بصيرة من أمره، ويعلم أن هذه الأمور هي أمور واقعية وأمور صحيحة وأمور لابد أن تكون، لكن ليس باليد حيلة، يعني لا قصور في فهمه. أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني بحسب الوضع الطبيعي، هم أكثر عددا، أنا صوتي أصبح غير مسموع، هؤلاء عبدوا العجل، هؤلاء ذهنهم ذهن محدود جدا، المجرد أن خرج الصوت من العجل تصوروا هذا رخاء منه، رغاء، وبالنتيجة عبدوه، وهذا نسف لعقيدة التوحيد التي جاء به موسى عليه السلام. فهارون في هذا الصوت لا يمكن أن يسمع رعاء بالنتيجة. أمير المؤمنين عليه السلام مر بحالات الاستضعاف كثيرا، صوت غير مسموع، لأن الجو العام يغلب في بعض الحالات. وهذا المعنى الإمام عليه السلام ماذا يقول في هذا المورد؟ أنا مستضعف، أنا عندي حجة لكن لا يوجد أحد يسمع. عالم عنده حجة لكن لا أحد يسمع العالم. فالمستضعف غير الضعيف، لابد أن نلتفت. قال: وأنا المستضعف الذي نصرته. النصران عادة تمام، الله تعالى ينصر من يشاء، لكن الاستعدادات تختلف. الإمام الصادق كان عنده مجموعة من أصحابه، كان بالنتيجة هيئهم إلى الكلام، مقصود الكلام يعني المجادلة في قضية الإمامة وما ويستتبع، يعني مو قضية فقه، مجموعة كانوا بالإضافة إلى ما هم عليه، لكن هؤلاء كأن خصصهم، اهتم بهم في جانب المناقشة، الجدال. تعلمون هذا علم يحتاج إلى بين، يحتاج إلى حجة. فهؤلاء المجموعة هيئهم سلام الله عليه حتى ينتصروا للحق في مورد المناقشة، فالله ينصر من كان مستعدا لذلك. وإن استضعف الآن، جعله مستضعف الآن، لكن الله تعالى ينصره، إما أن يكون الحق معه ويستمر، وإما أن يتهيأ له من يتكلم بلسانه ينصر هذا، وبالنتيجة ينصر المستضعف، ينصر. الآية الشريفة: وإن لعلك تقول مستضعفين على طول الخط، لم ينصروا. لا نتكلم عن شخص، نتكلم عن مبدأ. المستضعف هو يعني الحجة عنده، لكن قد يكون غير قادر لسبب أو بآخر أنه لا يثر الحق، وهذه قد تطول. مؤمنين على طول الخط قد لا يتهيأ لهم النصرة، لكن إذا جاء وعد الله تبارك وتعالى لابد أن ينصروا، وكما قلنا في الآية
الشريف. قال: وأنا القليل والمذنب الذي سترته، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته. هذه الصفات إخواني لا أقف عندها يعني بمقدار ما تكلمنا. فقرات المهمة اللي تحتاج شوية مع اقترابنا من ليالي القدر، مع اقترابنا من ليالي القدر، هناك بعض الفقرات تحتاج إلى حالة من الواقعية بيننا وبين الله تعالى. ما مقصود من الحالة الواقعية؟ أذكر المطلب الأول وأجل. يقول: أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أو الملأ، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيجه اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء. هذا المطلب يختلف عن بقية المطالب، هذا مطلب جديد. الفكرة العامة واحدة، لكن الانتقال من مورد إلى مورد بلا شك يختلف. يقول: أنا الذي لم أستحيك في الخلاء. خلاء يعني الخلوة بيني وبينك إلهي، بيني وبينك أنا لم أستحيك، لم أكن مستحي منك. الآن زيد من الناس يريد أن يرتكب المعصية، لكنه يراقب فيرى عمرو فلا يرتكب، يرى صديق فلا يرتكب، يرى من يحتشم منه لا يرتكب، يستحي ويستحي. الإنسان يستحي من شيء موجب للحياء. عادة عورة الإنسان الإنسان يستحي أن يظهرها. أنا ما أتكلم عن جانب الحرمة فقط، حتى في الناس الذين لا تؤمن بالله عندهم موارد من خصوصياتهم يستحون أن يظهروها للآخرين، فهو شيء مقرون بالحياء. ففلان يستحي يعني يطلب الحياء ويحاول أن يجعل بينه وبين الطرف المقابل سترا، لأن حياءه يمنعه من إظهاره. كلما كان الإنسان ملتفتا إلى ما يجب أن يستر يتحفظ عليه ولا بد أن يستره. نحن مع الله تعالى كل شيء مكشوف أمام الله تعالى، كل شيء، لكن الله تعالى هناك قيمة احترمنا فيها كما ذكرنا أمس في قضية الغيبة. لا يريد الإنسان أن يهتك نفسه أمام الناس، كلامي لا يريد أن يهتك نفسه. أنت أمام الله تعالى مكشوف، لكن أمام الآخرين لا تهتك نفسك، لأن كرامتك كرامة مؤمن، والله جعل العزة للمؤمن، فلا تهتك نفسك. فإذا هتكت نفسي أمام شخص كأن هذا الشخص لا قيمة له عندي. إنسان إذا أراد أن لا يظهر عيبه فيتكتم عليه أمام من يحتشم منه. المشكلة نحن مع الله، وين مشكلتنا؟ غالبا ما نريد أن نعصي الله تعالى بعيدا عن الناس، لأننا نحتشم من الناس، نبتعد عن الناس، وهذه هي عبارة عن خلوة. سان يختلي مع معصيته،
يراقب البيت الشارع لا يجد أحدا فيعتقد أن هو مأمون أمن على الفضيحة. وصلنا إلى المشكلة العبودية، معنى أن لا نستحي من الله، فأنا أستحي من زيد، أستحي من هذا الطفل، أستحي من شخص أنا ما أعرفه لعله فاسق، لكن لأنه يراني أستحي منه، وأتي إلى الله تعالى لا أستحي منه. حقيقة معادلة في منتهى المغالطة مع أنفسنا. مع ذلك الله يستر، الله يتكتن، علنا نتوب، علنا نتوب. رواية في بصائر الدرجات، يأتي شخص الإمام الصادق عليه السلام فيكمل الإمام صلى الله عليه وسلم عن أخيه، قال أخوك أخبار ما هي؟ يقول له أخي كأنه جيد كذا، لكنه يعني لا يعتقد بكم. الإمام قال لما؟ كأنه قال يحتاط. قال سله يخبرك عن حادثة، حادثة طال إمام اسم المكان، فأين كان احتياطه مع الله في ذلك الوقت؟ بل أنا لا أعلم، الإمام حدثني عشان أنا ما أعرفه. مرت يعني أيام بعدها ذهبت إلى أخي سألته، يقول تستغرب، قال من أين علم؟ أصل القضية ما هي؟ قال أصل القضية كنا أنا مع شخص في الطريق كان عنده جارية، فوصلنا إلى موقع معين في الليل نريد أن ننام، فإما أنا أن أذهب أأتي بالطعام أو هو يذهب ويأتي بالطعام، فاستقر أن هو يذهب يأتي بالطعام، وقال هذه الجارية أمانة عندك، فقال ذهب وأنا غلبني الشيطان فعملت معها الفاحشة. فالإمام يقول يحتاط أن يأتي لي ولا يحتاط مع الله في ذلك الوقت؟ احتاطها لماذا؟ لأنه عصى الله في خلوة. الإمام الصادق لا يختلف، الإمام المهدي لا يختلف عن الإمام الصادق. أنا أحدث نفسي طبعا أخواني، إن شاء الله أنتم ببركات الشهر الشريف بعيدين. الإمام المهدي يختلف عن الإمام الصادق، كما الإمام الصادق علم بذلك الشخص ووصل له هذا الفعل، إمام المهدي أيضا يصل. في بعض الحالات قد نقول باللسان عجل اللهم عجل فرج وليك، لكن عملا خلاف ذلك والعياذ بالله. نحن لا نريد أن نيأس إخواني، لكن نريد أن ننتبه، فرق بين اليأس وبين الانتباه. اليأس حالة من القنوط، الإنسان كأن تسد المنافذ عنده، وهذا ليس صحيحا. نحن نأمل برحمة الله الواسعة جدا، لكن لابد أن ننتبه، لا نعجل بابتعاد الرحمة عنا، لابد أن نعجل بمجيء الرحمة إلينا. إن عصينا تداركناها بالتوبة، وبالذنب إذا كان لابد أن نستغفر الله تعالى، نبقى مع الله تعالى بشبيه الإنسان يلبس ثوبا يتسخ يعيد غسله، يتسخ يعيد غسله، وهكذا. إنسان يذنب الذنب ثم يرجع لابد أن يستغفر. الشيطان ماذا يقول له؟ يقول لقد أذنبت سابقا واستغفرت وستعود. أقول للشيطان نعم، إذا عدت لا قدر الله أيضا أعود للاستغفار. لا يمكن الشيطان منه، وإنما رحمة الله تعالى قريب، وإن الراحل إليك قريب المسافة. أمس قلنا يا سريع الرضا، إن الراحل إليك، شعارنا هذا، إن الراحل إليك قريب المسافة. ما دمنا فعلا جادين الخطوة مع الله تعالى، الله تبارك وتعالى إن شاء الله يبلغنا منانا ومناكم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى بمحمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.